اهلا وسهلا بكم اصدقائي وصديقاتي مرة تانية. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل، ايه القصة اللي حصلت للتنوين وليه هو مختلف، ايه اللي حصل له. مش هنقدر نحط التنوين كده وخلاص، العلامة بتاعته وخلاص. في يوم من الايام ده بيت التنوين، عايشين تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر، كانوا عايشين مع بعض في منزل واحد. تنوين طلب من مامته، تنوين الفتح طلب من مامته: ماما، نستأذن ماما طبعا، أنا عايز ألعب. تنوين الفتح يلعب في الحديقة اللي عند المنزل هو وتنوين الكسر وتنوين الضم، حبوا يلعبوا في الحديقة. مامتهم وافقت، وفي وقت لما كانوا يا أصدقائي بيحبوا اللعب بالكورة ومندمجين جدا 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 ومبسوطين جدا، وتنوين الفتح يشوط الكورة، تنوين الضم يشوط الكورة، تنوين الكسر يشوط الكورة، وكانوا مبسوطين جدا باللعب. حد ماشي في الشارع، ويا اللي داخلة داخل في ماشيين في الشارع، أكل موزة ورمى القشرة في الإيه على الأرض. وقت اللي كان التنوين بالفتح والضم والكسر غير منتبهين للي عمله الشخص ده، وكانوا بيلعبوا، وكانت الكورة في طريق تنوين الفتح، وأخد الإيه القشرة وقع عليها أو داس عليها واتزحلق. بقى يصرخ تنوين الفتح يقول: آه الحقوني، أنا وقعت، أنا اتكسرت، أنا مش قادر، أنا تعبان. ويصرخ ويصرخ ويصرخ. حاول تنوين الضم يكون جنبه ويساعده، بقى يصرخ: مش قادر، أنا تعبان، مش عارف أقف، أنا محتاج دكتور، أنا محتاج عصاية استند عليها علشان أقوم أقف. جاله أخوه تنوين الكسر يساعدوه هما الاتنين، مفيش فايدة يا أصدقائي، وكان بيتألم جدا جدا جدا. بالعافية جابوله عصاية مساعدة يقدر يقف، يتسند ويقف عليها، وبالفعل العصاية قدر يتسند عليها ودخل البيت بتاعه. مامته أحضرت للطبيب، ولكن للأسف الطبيب قرر إن تنوين الفتح مش هيقدر يمشي على رجليه لوحده تاني، لازم معاه عصاية تساعده. مش هيقدر يمشي على رجليه لوحده، لازم معاه عصاية إيه تساعده. طيب يعني إحنا حرف الكاف ده يا معلمتي اللي ظهر أمامي على الشاشة، تنوين بالفتح، ينفع ده يبقى شكله زي تنوين الكسر اللي احنا شفناه قبل القصة؟ لا، محتاج مين؟ محتاج العصاية المساعدة. ايه هي العصاية المساعدة؟ ايه هي العصاية، او ايه هو الحرف اللي ينفع يكون زي العصاية المساعدة في حروفنا العربية؟ هو حرف الألف. عشان كده حرف الكاف تنوين بالفتح ما ينفعش أشوفه بالمنظر الأول ده خالص، لازم أحط معاه ايه العصاية المساعدة. كمان يا معلمتي مثلا حرف الواو يا إسلام، تنوين بالفتح ينفع يبقى ده شكله؟ ينفع يبقى ده شكله؟ لا، محتاج إيه؟ عصاية مساعدة تكون جنبه، فلازم الواو يكون معاها الألف. وحرف الجيم تنوين بالفتح ينفع أكتبه كده؟ لا يا معلمتي، محتاج الإيه؟ العصاية المساعدة. وهكذا في باقي الحروف كلهم بيحتاجوا العصا المساعدة. بيقول لي حاجة بقى يا أصدقائي، بيقول لي كل الحروف محتاجة، كل الحروف محتاجة إيه؟ محتاجة العصا المساعدة في تنوين الفتح فقط، ما عدا إيه؟ بصوا معايا على الشاشة. الكلمة اللي آخرها همزة
الكلمة اللي آخرها تاء مربوطة بالشكلين بتوعها، ما ينفعش أحط لهم عصا مساعدة. تاني، يبقى كل الحروف اللي فيها تنوين بالفتح محتاجة العصا الإيه؟ المساعدة، محتاجة عصاية. الطبيب قال كده، ما ينفعش تنوين الفتح يمشي بدون إيه؟ بدون عصاية، ما عدا الكلمات اللي آخرها همزة وآخرها تاء مربوطة، دول ما يحتاجوش إيه؟ ما يحتاجوش عصاية. طيب أنا عندي الحروف كلها لازم بعصاية مساعدة اللي هي الألف، أما التاء المربوطة فدي ما ياخدش معاها عصاية خالص. تعالوا بقى هنا أسفة معذرة، للهمزة. الهمزة يا أصدقائي في منها أوقات هتحتاج عصا مساعدة وأوقات لأ. إزاي يا معلمتي؟ يعني الحروف، كل الحروف لو جت في آخر الكلمة وفيها تنوين بالفتح لازم العصا الإيه؟ المساعدة. التاء المربوطة مش عايزة عصاية مساعدة خالص. أما الكلمة اللي آخرها همزة على السطر أوقات بتحتاج عصا مساعدة وأوقات لأ. إمتى يا معلمتي؟ إمتى تحتاج عصا مساعدة؟ قال لي لو الكلمة اللي آخرها همزة ببص على اللي قبلها، ببص على الكلمة اللي قبل الإيه؟ الهم ببص أسفة، ببص على الحرف اللي قبل الهمزة. لو الحرف اللي قبل الهمزة على طول فيه ألف فيه عصا مساعدة، فأنا مش هحتاج بعدها عصا مساعدة. طب لو الحرف الهمزة قبل منه حرف من حروف العادية غير الألف، هحط وراه عصا مساعدة. تاني، يبقى كل الحروف تنوين بالفتح بتحتاج العصا الإيه؟ المساعدة، ما عدا التاء المربوطة ما بتاخدش عصا مساعدة خالص. أما الهمزة أوقات بتحتاج لعصا مساعدة وأوقات لأ. لو قبلها في عصاية مش بحتاج بعدها، لو بعدها أو قبلها ما فيهاش عصاية فأنا بحط لها عصاية. يعني دي على حسب، لو في عصاية قبلها الحرف اللي قبلها على طول فيه مش هحتاج لها، إنما لو ما فيش، يعني زي مثلا كلمة جزء أن، ها ممكن نهز راسنا كده اه او لا، يا ترى الكلمه دي هتحتاج عصا مساعده ام لا؟ ها جزءا هتحتاج ام لا؟ هتحتاج. جيداء بتقول لي اه، محمد صديقي بيقول لي اه، في حد لابس تيشيرت اصفر كاتب العروض بيقول لي نعم، ها مين تاني بيقول لي نعم؟ ها محمد عبد الرحمن بيقول لي نعم، سندس بتقول لي نعم، أيوة في فريدة، في أصدقاء خديجة بتقولي نعم، ماجدة، ممتازين، وحلا، أيوة. ليه؟ علشان قبلها ما كانش فيه عصا مساعدة، ما فيش ألف بتساعده، فهنضطر نحط ألف. طيب لو نفس الكلمة جا زا انها، هضطر احتاج عصايه هنا ولا لا؟ هضطر احتاج عصايه مساعده هنا، تنوين الفتح نحتاج عصا مساعده. اه خديجه بتقول لي لا يا معلمتي، وعمر هو واخته بيقولوا لي لا يا معلمتي مش محتاجين، عبد محمد عبد الرحمن عبد الرحيم معاذ برافو، احسنتم جودي حبيبتي وحشتيني يا جوجو. اه يبقى انا هنا مش بحتاج ايه؟ مش بحتاج العصا المساعده. نرجع بقى تاني لدرسنا او لقصتنا اللي احنا عرفناها. هتلخبط في التنوين تاني؟ انا كده هتلخبط في التنوين تاني؟ لا خلاص، التنوين ده نون اصليه ولا نون اكسسوار؟ نون زينه. ها التنوين ده نون ايه؟ نون زينه، الله عليك يا شوجر. ها التنوين ده نون زينه، بيأثر على الكلمه لو شلته؟
هيأثر على الكلمة لو شلته يا محمد إيهاب؟ اه لا مش هيأثر. دي النون التنوين دي زي دبذوب بابا اللي في السيارة، زي السور اللي أنا حاططها في غرفتي، زي ساعتي اللي أنا بلبسها، كل دول مش إيه؟ مش أساسيين، مش هيحصل حاجة لو ما استخدمتهمش. أما النون الأصلية اللي في آخر الكلام لو شلتها من الكلمة هتكون الكلمة باظت خالص. يبقى هعرف لازم أفرق بين النون التنوين والنون الأصلية إزاي؟ هشيل النون وهجرب، لو هي هي تبقى دي النون الإكسسوار، النون الزينة دي التنوين، لو كلمة باظت خالص تبقى دي النون الإيه؟ الأساسية. معلمتي حاجة بسيطة وأخيرة، أو كلنا نجهز الدفتر بتاعنا عشان هعمل مسابقة حالا بين الأبطال والأميرات. حاجة أخيرة معلمتي، هو دلوقتي هي النون دي أنا بفرق ما بين النون الأصلية ونون التنوين صح؟ آه. طيب هو النون ده بيجي في آخر كلمة، ممكن يجي في آخر كلمة نون الحرف. آه. طيب حاجة تانية يا معلمتي، هو النون بقى الحرف زي كلمة دكانو، النون ده أنا عارف إن هو نون حرف صح؟ آدي النون الحرف، دو 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 كانو. طب هي النون دي هل من حقها إن هي تاخد تنوين؟ معذرة، هل من حقها يبقى ليها تنوين زي باقي الحروف ولا لا؟ يعني ينفع احط لها تنوين ولا لا؟ ها حد يعرف؟ ينفع من حقها تاخد نون، من حقها يبقى ليها تنوين؟ ها قولي. طب اللي داخل باسم سلوى، اللي داخل باسم سلوى رفع ايده، سلوى زي مش عارف، ها ينفع قولي اه ولا لا؟ ينفع يبقى ليها تنوين يا سلوى؟ اه اه ومحمد ابراهيم بيقول لي لا، ينفع يبقى ليها تنوين؟ من حقها ليه يا شوجر؟ ده هي نون حرف عادي، هو نون ممكن احط له تنوين. اه طب هنقراها ازاي؟ هتبقى دكا نو نون، دكا نون. هو التنوين ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن نون زيادة بنطقها ما بكتبهاش. التنوين ده عبارة عن ايه؟ نون زيادة بنطقها بس ما بكتبهاش. طب معلمتي هو دلوقتي دكان، طب أنا لو عايزة أحط التشكيل دو 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 كا، طب هو أحط النون إيه الحركة بتاعت النون؟ قال لي الضمتين اللي عليها دول يا أصدقائي واحدة فينهم، واحدة منهم الحركة بتاعت الحرف، الحركة بتاعت الحرف يعني دكانو أهو، دكانو واحدة من التنوين هي حركة الحرف والتانية هي التنوين، يعني النون من حقه عادي بس بسمع الكلمة آخرها اتنين نون، دكا نون نون. ماشي يا شوجر؟ ماشي يا صديقنا محمد اللي كان قال لي ما ينفعش، النون هو حرف عادي جدا من حقه إن يتحط له تنوين بس أنا بسمع الكلمة آخرها إيه؟ اتنين نون، دكا نون، حيصا نون. خلاص اتفقنا؟ طيب اتفقنا ان لو سمعت تنوين بالفتح ينفع اكتبه كده ولا محتاج الايه؟ العصا المساعدة، ما ينفعش اسمع تنوين تاني ابدا 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 بدون العصا المساعدة. كلنا نفتح الدفتر بتاعنا، هيا بنا الى كلمة الاملاء وهشوف مين اللي هيكتب. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ ها؟ حب الأولاد المتحمسين ميز وحمزة، أيوة كده، ها؟ يلا الأبطال والبطلات هنشوف مين الفريق اللي هيكسب، يا ترى فريق الأولاد ولا فريق البنات؟ خدوا بالكم ركزوا عشان انا بحب اوقع في الفخ، على فكرة بحب اوقعكم في الفخ، انا بحب اوقع في الفخ. ماشي الواد
نن ال و نن ال و نن. أنا سمعت الكلمة، يا ترى خد بالي، مش عارفة، أنا مش بعرف أتملى على فكرة، مستنيكم انتوا اللي تتملوا وتقولوا لي. ال و نن. أنا سمعت الكلمة أخيرها نون، يا ترى دي نون أصلية ولا نون تنوين؟ يا ترى دي زي الكفر بتاع سيارة بابا ولا دي زي الدبدوب؟ طب التنوين ده أنا سمعته تنوين فتح ولا ضم ولا كسر؟ يا ترى محتاج عصاية ولا لأ؟ في حاجات كتير. دكتور ريان، هعضك يا دكتور ريان من ودنك، حاجة عضك، شيل. اه لأ صح، برافو عليك، معلش أنا كنت شايفة شايفة مش الإضاءة. برافو دكتور ريان، رقم واحد في الأولاد. هاخد بنت. ها بصوا بقى الأولاد، أنا هشوف 5 أولاد وخمسة بنات، مرة بنت ومرة ولد، وهنشوف مين الفريق اللي هيكسب. أدي كده بوينت عند الأولاد. عايزة البنات، مستنية أشوف ريتاج جوجو. صح يا جوجو، بس في همزة في الأول يا جوجو، يبقى أدي كده بنت وولد. أشوف، برافو يا ريتاج، صح. شيلي. آه ولد، زياد راح فين؟ اه زياد، الله عليك. 2 للأولاد 1 للبنات. نزل يا زيزو، فين تاني؟ عايزة بنت، بنوتة داخلة باسم معاذ، مش شايفاك يا بطة. برافو اللي داخلة باسم معاذ، نزلي يا كتكوت، صح. ادي كده 2 للبنات 2 للأولاد. اللي داخل باسم العروض، برافو عليك، 3. اللي لابس تيشرت اصفر، برافو عليك، 3 أولاد. ايه ده شغلك لهم، هتبقى في تعادل ولا ايه؟ انا عايزة، بحب اوقع في الفخ، انا بحبكم تغلطوا. فين؟ عايزة بنوتة، بنوتة 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 حبيبة، برافو يا حبيبة، بس اكتبي الحروف مظبوطة على السطر. أولاد، آه ريان حاجة عضه من ودنه أو من خده على حسب. ريان نزل يا ريان، لا هعضك من خدك يا ريان، هعض ريان من خده. احنا كده كام للأولاد؟ كده في ولد خطر، احنا كده 4 أولاد. البنات لوجي، 5 صح لوجي، بعد كده بنكتب في الدفتر لغة عربية، ما ينفعش انجليش. كده 4 للبنات 3 للأولاد، محتاجين حد يخسر من عند البنات عشان يبقى فيه تعادل. يا ترى هيخسر ولا لأ؟ ماليش دعوة طبعا، اللي داخل باسم ايفون او بالحاجات دي انا مش ببقى عارفة هو ولد ولا بنت. احنا كده المفروض فين هنختار بنت اخر حاجة، بنت وولد، بنت وولد. سندس، صح يا سندس، خطك مظبوط على السطر. دي كده 5 البنات، كده فريق البنات تقريبا هو اللي كسب للأسف، فريق البنات بالنسبة للأولاد. هناخد كلمة تانية وممكن هما يكسبوا على فكرة. حمزة ألوانا، صح يا حمزة، يبقى كده فريق البنات كسب بوينت، فريق الأولاد. ها طبعا مش معنى ان حد من الاولاد او الاولاد اللي كتبوا صح فده يخليهم ان هم يزعلوا، لا، بس احنا فريق فريق عشان احنا عددنا كبير، انما لو في سيشن عاديه الموضوع بيبقى ايه، بنعمل حاجات كتير قوي. بس طبعا بالنسبه للاولاد اللي انا ذكرت اسمهم وكتبوا صح فممتازين، والبنات وكل حتى اللي انا ما ذكرتش اسمه اعذروني لان العدد ما شاء الله يعني كبير. خلاص في السيشن، في الحاجات العاديه بتبقى اهدى كتير، اتفقنا؟ طيب همليكوا كلمتين وهتفرقوا عشان انا ما بعرفش على فكرة. حصان، حصان،
أصحابن. كلمتين مع بعض. حصان. يلا يلا يلا. ها 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 ها. حصان. حصان. أصحاب. بن. الله عليك يا زياد، الله عليك يا زيزو. اشوف اصدقاء بقى ما شفتهمش خالص. انس فين بقى يعني؟ ما كملتش ليه يعني؟ يعني ماشي بس صح يا انس ابراهيم، بس حاول تكمل يعني. يعني حط التنوين، حط الهمزة، خلي كتابتك كده تبقى ايه كاملة. حاول اشوف بس بقية الاصدقاء اللي ما انا مش شايفة في فاتحين الكاميرات. انتوا سامعيني كده؟ انا مش عارفة. طيب حاسة ان في حاجة. ايوه جميل يا ريتاج، جميل يا ريان، شيلوا يلا نزلوا. اللي قلت له جميل ينزل. انا مش لاقي حد فاتح كاميرات، ليه مش عارفين تجاوبوا؟ اضطريت اخد الاصدقاء التانيين. في اي اصدقاء هي اللي بتتفاعل معايا؟ يلا انا مش لاقيه. في يلا الحصه قربت تنتهي يا دكاتره. واضح ان مفيش. ايوه اهو. ايوه، تمام. انا اقفل الكاميرا عندي. اللي داخل بالارقام ممتاز، اللي هو 1 2 3. هلا او هلا. ثواني. برافو عليكي هلا او هلا. برافو عليكي سندس، ممتاز. يلا مين تاني؟ فريدة. طب فريدة ضحكوا عليا وعطشان الكلمة واحدة كلتيها، كنت جعانة وكلتي الحروف يا فري. فين بقية الكلم؟ فين الكلمة التانية؟ فين حصان؟ فين حصان يا فري؟ أيوة كده ممتازة فريدة. جوجو سجا. لا أنا عايزة أصحاب مش أصدقاء. أنا عايزة أصحاب. محمد إيهاب. أنا شايفة السطور فاضية فاضية يا دكتور، شايفة الحروف فاضية يا دكتور. أصحاب. حاجة عضك يا محمد إيهاب، حاجة عضك يا بيبو. نزل يا بيبو. حسام صح، إنما أصحاب لا. يلا محمد إبراهيم شوشة. طب أنا مش شايفة، أحاول أشوفك. في الإضاءة جامدة قوي. أصحاب. برافو عليك، بس السنة بتاعت الصاد يا باشمهندس إبراهيم. إبراهيم شوشة، السنة تحطها على السطر شوية. طب أنت بتضحك عليا، فين بقى الكلمة؟ فين الكلمة التانية؟ فين الكلمة التانية يا محمد؟ أصحاب السنة مش بتبقى على الراس بتاعت الإيه؟ طب ماشي حصان. فين أصحاب؟ فين أصحاب؟ تمام السنة يا أصدقائي بتتكتب ممتازين. جوجو الله عليكم. طيب تعالوا كده عشان في صديقنا اللي هعضه من خدوده. إحنا كلمة إيه؟ أصحاب. أهي صديقي. هنا أين قلمي؟ أهو. شايفين الصاد إزاي؟ شايفين الصاد إزاي؟ أهي كده والسنة جنبها. إنما ما ينفعش أعمل كده والسنة عند الراس، لا خطأ. خلي بالكم لازم بسيب كده إيد صغننة وبعمل السنة. بن. هحط النون ولا اشيلها؟ هشيل النون واجرب. اصحابو. يا ترى باظت ولا هي هي؟
هي طالما هي يبقى دي ايه؟ دي نون تنوين. دي نون ايه؟ تنوين. اصدقائي، انا كنت مبسوطة جدا 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 معاكم النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس اليوم. اتمنى اللي كان بيتلخبط في التنوين يكون ما يتلخبطش تاني. اتمنى اشوفكم كتير ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تبقوا منضمين معانا في الاكاديمي. هكون مبسوطة كتير جدا. انتهت حصتنا، انتهت حلقتنا. أقابلكم مرة تانية بإذن الرحمن. إلى اللقاء. باي مع باي السلامة. سلامة مع السلامة أحبابي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.